الكشف عن سبب حريق كنيسة إمبابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الأعزاء ضحايا ومصابين بينهم أطفال المعاينة تكشف سبب حريق كنيسة إمبابة كشفت المعاينة الأولية سبب حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة شمال الجيزة تبين بالفحص تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة أن ماسا كهربائيا نتج عنه شرز تسبب في الحريق لسيمة وحدات التكيف التي ساهمت في اشتعال النيران تم رصد الصور اللقطات الاولى للحريق وسط انتشار رجال الاطفاء والشرطه التي فرضت طوقا امنيا تبين بالفحص نشوب حريق في مبنى خدمي تابع للكنيسه مما اسفر عن مصرع واصابه 55 شخصا على الاقل بينهم اطفال نقلوا الى مستشفى امباب العام والعجوزه وانتقلت الخدمات الامنيه بمديريه امن الجيزه برئاسه اللواء هشام ابو النصر الى محل الحريق للوقوف علي ملابساته أعزائي المتابعين وبكده وصلنا لنهايه خبرنا اليوم دمتم بامان الله والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.